بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم أعزائي طلبة الصف السادس العلمي في مدارس الموهوبين في العراق. تكلمنا معكم في الفيديوهات السابقة عن السيل سايكل اللي هي دورة الخلية، وقلنا تضمن دورة الخلية مرحلتان أو طوران اللي هو الانترفيس والميتوسيس. الانترفيس تضمن ثلاثة أطوار أو ثلاثة أدوار اللي هي G1 والS والG2، وقلنا هذه المراحل اللي هي ضمن الطور البين اللي هو الانترفيس تتضمن مرحلة تحضيرية لكي تنقسم الخلية الجسمية إلى خليتان لها نفس النوع والكم من ناحية العدد الكروموسومات، يعني راح يتكون عندي خليتان ناتجة من عملية الميتوسيس. قلنا بعد الانترفيس اللي هو مرحلة تحضيرية راح تيجي مرحلة الميتوسيس. الميتوسيس يتضمن عندي أربعة أطوار أو ممكن خمسة أطوار اللي هي بروفيس والميتافيس والأنافيس والتيلوفيس اللي هو الطور التمهيدي والطور الاستوائي، ومن الاسم احنا ممكن انه نحفظ او يعني نقدر يعني نتخلص من مشكلة النص او الشرح حتى نفتهم الشرح ويسهل علينا الحفظ مالته ان شاء الله، اللي هو البروفيس والميتافيس والانافيس والتيلوفيس، طور تمهيدي استوائي انفصالي نهائي. فهذه هي اطوار اللي هي نقصد بها اطوار الانقسام الخيط، سمينا الانقسام الخيط او الانقسام الفتيلي من كلمة مايتو لانه راح يتكون عندي خيوط المغزل اللي راح تفيدني في سحب الكروموسومات الى قطبي الخلية اللي راح تكون عندي خليتان، فكل خلية تتسلم نفس العدد والكم من والنوع والكم من الكروموسومات اللي كانت بالخلية الام. بعد ذلك بعد ان انتهينا اليوم راح نجي ناخذ في هذا الفيديو وظائف الميتوسيس. احنا ذكرنا انه هناك نوعان من الكائنات حسب الستركشر وحسب الكومبلكس ستركشر التركيب والتعقيد اللي هو يونيسيلولار اورجانيزم والمولتيسيلولار اورجانيزم. باليونيسيلولار اورجانيزم اللي هي الكائنات وحيدة الخلية، الميتوسيس هو عبارة عن عملية ريبرودكشن اي بمثابة تكاثر، لان كل جسم الخلية جسم الكائن الحي مكون من كومبوز اوف وان سيل، مثال على ذلك البكتيريا اللي راح نيجي ناخذها ان شاء الله في هذا الفيديو. اما بالنسبة للميتوسيس بكائنات متعددة الخلايا هذا يعتبر بمثابة جروث، وممكن ايش يكون؟ ممكن يكون بمثابة ريبيرنج او ريبير يعني اصلاح الخلايا التاليفة او اصلاح المناطق اللي تتعرض للجروح او الكسر. كذلك ايضا عندي بالميتوسيس اللي هو يشابه ايضا في النباتات والحيوانات. في النباتات عندي الميتوسيس هو ضروري لنمو النبات وتطوره عندما يكون خلية واحدة يتطور الى كائن كامل او الى فرد كامل. مثال ذلك عندي الميرستيماتيك تشي والانسجة الميرستيمية اللي راح نيجي ناخذها ان شاء الله في المحاضرات او المواضيع القادمة. هذا نسيج ميرستيمي يشبه الستيم سيل بالخلايا الحيوانية او الخلايا البشرية، يبقى محتفظ بقابليته على الديفيجن او السيل ديفيجن طولة فترة الحياة بالنسبة للنبات. يقابله في ذلك أيضا خلايا أخرى بالإنسان اللي هي ستيم سيل، راح نيجي ناخذها بالسلايد القادم إن شاء الله. الميتوسيس بالإنسان وبقية الأذر ميمرز تكون نسيسري أز فيرتلايز إيج، يعني ضروري البيضة المخصبة لكي تنمو يعني بمثابة إمبريو جينيسيس تكوين جنيني فتصبح إمبريو، وكذلك الإمبريو يصبح فيتاس. بعد ذلك أيضا بعد الولادة الطفل يعني التشايلد ممكن أن يصبح أدلت ناضج خلال دورة الحياة، وممكن أيضا أن يساعد أو يمنح أو يعني مفيد الميتوسيس في عملية يعني إشفاء الجروح وكذلك في التئام أو في يعني أو ترميم الكسور، نعم broken bone to mend. إذا هذه هي وظائف أو الفانكشن أوف ميتوسيس. ذكرنا أنه يقابل الخلايا بالخلايا النباتية الميرستيماتيك تشي وبالخلايا الحيوانية الأنيمالز اللي هي ستيم سيلز. الستيم سيلز هذه خلايا تحتفظ بقابليتها على الانقسام، أي تكون ذات خلايا انقسامية كامنة، متى ما احتاج جسم الكائن الحي يحتاج تكون عندي خلايا أخرى متخصصة. فمثلا خلايا الدم الحمراء عندما تنضج راح يجيني من الريد بون مارو اللي هو نخاع العظم الأحمر، هذه تلك خلايا جذعية ستيم سيلز تمتاز بقابليته بشكل متكرر على إنتاج ملايين من الخلايا ومنها أنواع عديدة من الخلايا تصبح خلايا دم بيضاء وممكن خلايا دم حمراء. الستيم سيل تفيدني بالثيرابيوتيك كلونينج والريبرودكتيف كلونينج بالاستنسال التكاثري والاستنسال العلاجي، أي ذات فائدة تكاثرية وذات فائدة علاجية في إنتاج أنسجة عندما نريد نحن نزرع أنسجة مثلا في جسم الإنسان مثلا أنسجة تالفة وأنسجة بها مثلا أورام، نزيل ونزرع هذه الأنسجة عن طريق الستيم سيل أو عن طريق تكاثر أو الانقسام الميتوسي للمن للستيم سيل. أما الريبرودكتيف كلونينج عندما نريد نكون نيو انديفيدجوال يعني فرد كامل. أيضا ينبغي عليك عزيزي الطالب أن تتذكر أنه السوماتيك سيل اللي نحن قلنا هاي من أشي يحدث به الميتوسيس، هذه أي خلية
تتكون في الجسم بالنسبة لجسم الكائن الحي الناضج. أما الستيم سيل هذه خلية تستطيع أن تنقسم وتتمايز إلى أنواع مختلفة من الخلايا الجسمية. إذا الستيم سيل هي مسؤولة عن تكوين السوماتيك سيل الخلايا الجسمية. إذا هذا ما يتعلق بالستيم سيلز من ناحية أحد أنواع اللي هي ريد بون مارو ستيم سيلز، خلايا جذعية نخاع العظم الأحمر اللي تكون عندي خلايا الدم الحمراء، تكون ذات وظيفة ثيرابيوتيك ووظيفة ريبرودكتيف. وأيضا أشني هناك فرق بين السوماتيك سيلز والستيم سيلز. أحيانا العملية انقسام الخيط يصير بها مشاكل، ولذلك نحن ذكرنا في بداية أول محاضرة بالنسبة للسيل سايك هناك تشيك بوينت، يعني نقاط تفتيش أو نقاط سيطرة حتى يمنع عندي حصول أخطاء في عملية الانقسام. إذا لم تتم السيطرة على عملية الانقسام راح يؤدي إلى ما يعرف بالكانسيروس أو الخلايا السرطانية اللي هي عبارة عن سيلولار جروث ديس أوردر، يعني اضطراب نمو خلوي. هذا يحدث عندما الانقسام يكون uncontrollable، يعني يكون غير مسيطر عليه. ومن هذه الأسباب هي الطفرات ميوتيشنز اللي هي تؤدي إلى فقدان السيطرة على دورة الخلية اللي ذكرناها. دورة الخلية شن هي؟ طور تحضير الانترفيس and mitosis. العديد من هذه المسرطنات إما تكون خلية طبيعية أو تكون غير طبيعية العفو، تنمو إلى ما يعرف البناين اللي هي يعني شلون يقول الورم الحميد اللي لا يمكن السيطرة عليه ولا يمكن له أن ينتشر. أيضا عندي الماليجنانت اللي هي الورم الخبيث، هذا ممكن أن يكون مسرطن وممكن أن ينتشر ويكون له القابلية على الانتشار. إذا عندنا البناين وكذلك عندنا الماليجنانت، هاي من أنواع الخلايا السرطانية. نعم، عندي مقارنة أو compare between cancer cells and normal cells. الكانسر سيلز هاي الخلايا السرطانية تكون غير متخصص أو غير متمايزة، يعني ما ممكن أنه أنت تشوفها مختلفة عن الخلايا الطبيعية. الخلايا الطبيعية اللي تكون متمايزة differentiated cells. الخلايا السرطانية تكون ذات نواة غير طبيعية abnormal، أما الخلايا الطبيعية تكون ذات نواة طبيعية. هذه لا تخضع للأفوبتوسيس اللي هو موت الخلايا المبرمج، يعني شلون نقول عندما يصير تلف الدي ان اي هنا ما ممكن ان تخضع للأفوبتوسيس وبالتالي يصير عندي خلايا سرطانية. لكن بالخلايا الطبيعية اذا حصل تلف ممكن السيطرة عليه واتلافه او برمجته في عملية الأفوبتوسيس. هنا نو كونتاكت انهيبيشن، يعني الخلايا السرطانية راح تفتقد الاتصال مع الخلايا الاخرى وبالتالي لا يمكن السيطرة عليها. لكن الكونتاكت انهيبيشن ممكن احنا نسيطر على الخلايا الطبيعية. الخلايا السرطانية تكون غير منظمة ومتعددة الطبقات على عكس الخلايا الطبيعية. هذه الخلايا السرطانية تحدث او تخضع لعملية الميتاستيسيز اللي هي عملية الانتقال الورمي، اي انتقال الخلايا السرطانية الى خلايا اخرى سليمة وبالتالي انتشار الخلايا السرطانية. لكن هنا الخلايا الطبيعية تبقى بالاوريجينال تيشيو بالنسيج الاصلي. اذا هاي مقارنة بين كانسر سيلز والنورمال سيلز. الآن نأتي إلى عملية التكاثر بالبروكاريوتيك. قلنا التكاثر البروكاريوتيك اللي هو نحن قلنا أيضا يعني يشبه الميتوسيس، لكن هو ليس عملية ميتوسيس إنما هو عملية انقسام بسيط فما يتضمن تكوين خيوط المغزلة، وبالتالي نحن سميناه الباينري فيشن أو سيمبل باينري فيشن، انقسام ثنائي بسيط. ليش سميناه بسيط؟ لأن ما يتطلب يعني خطوات يعني طويلة ووقت كثير، لأن جسم الخلية كله مكون من خلية واحدة. فأشلون إحنا نعرف الخلية البكتيرية تهيئة لعملية الانقسام؟ عن طريق اتصال، شوف اتاتشمنت كروموسوم راح يتصل بالبلازما ممبرين في أحد مناطق البلازما ممبرين، ما هي أنها الخلية راح تكبر بالحجم ومهيئة لعملية الانقسام. يلي ذلك الدي إن إيه ريفليكيشن يضاعف ويكون عندي نسختين، وفي النهاية يتكون عندي خليتان بكتيريتان لهما نفس العدد والنوع والكم بالنسبة لكروموسوم الخلية الأصلية. إذا هو يشبه الميتوسيس بالخلايا الحيوانية، لكن هنا ما يتكون عندي خيوط المغزل. وأيضا كمقارنة بين الكروموسومات البروكاريوتيك واليوكاريوتيك، باليوكاريوتيك البروتينات تكون أكثر والكروموسومات تكون أكثر، لكن بالبروكاريوتيك العدد يكون قليل من ناحية الكروموسومات والبروتونات البروتينات. هنا ما يكون خيوط المغزل، هناك يتكون خيوط المغزل. نعم، وهكذا. ها إذا تجيكم ممكن مقارنة عندكم هي بالمنهاج. هذا سلايد آخر يوضح عندي انتشار الخلايا السرطانية. إذا تلاحظون هذه الميتاستيومر هذا انتقل من هذه المنطقة، شوف هاي كانسر سيلز انتقلت إلى هنا فصار بها يعني عملية الميتاستيسيس يعني الانتقال. شوف هذه الصورة إشعاعية. نعم، فهذه فقدت السيطرة
وأدت إلى عملية انتشارها. نعم، هذا نحن ممكن نسميه أنه بريست كانسر، سرطان الثدي. نعم، هذا كل ما يتعلق بمحاضرتنا لهذا اليوم. انتظرونا في محاضرات لاحقة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.